شو السلام عليكم، صباح الخير. انا سعيد جدا اني اشوف الوجه الطيبه هذه من مختلف يعني مناطق بلدي، فصباح الخير جميعا. انا اسمي محمد الطوارة، انا رئيس قسم القسطره والاشعه الداخليه في ملك فيصل الحصري. طيب اخوان، طبعا اخوان شو معنا من راس النماص، بيشه ما شاء الله، عرعر وقنفذه وابها ما شاء الله، جيزان والقطيف والدمام. اخواننا يعني لنا تجربه طيبه صراحه مع الاخوان في مختلف، خصوصا مناطق الشمال، وتحويل مرض الغرغرينه تعرفون مرض كثير وشائع بسبب السكر، ويؤدي الى بتر الساق، وبتر هذا يعني من أسوأ الاعاقه اللي ممكن تصل اي انسان، انه هو بتر الساق، هذا يحول الانسان الى انسان معاق. يعني بتر اليد سبحان الله اخف من بتر الساق. لكن يعني لكم دور عظيم، يعني انتم ممكن تخدمون منطقتكم كامله. شوف منطقتك كم تعداد سكانها، يعني كم، نص مليون، مليون، مليونين، اقل اكثر. ممكن انك خلال تفيد انت كشخص، انك يكون لك دور كبير في مساعده ابناء منطقتك والمكان اللي تعمل فيه. لكن عندنا برنامج احنا بالتعاون مع مراكز السكر، انه نحول، نقبل بالتخصي، نقبل مرضى اللي عندهم نقص بتلوية وشراء ونقص وصول الدم الى الرجل، المريض السكر اللي معه الجرح. وبحول الله اذا عمل الامر هذا بوقت سريع، انه نعمل ننقذه من بتر القدم، يعني ممكن بتر صبع وكذا، او نحده الى امور كثيره يعني. والحمد لله يعني الان تجربه، الان فوق السنتين يعني عملنا 1000 حاله، وصلنا الى 1000 حاله تقريبا الحمد لله. يعني هذا احنا سعيدين انه نقدر نساعد مرضى. كل مرض حالاتها تعمل بدون تنويم، وبدون يعني يجي قبلها بيوم يعمل تحاليل ثانيه، يعمل القسطره ويرجع يكمل علاجه في منطقته. ويعني تجربه مره جيده ممتازه، سعيدين فيها صراحه. ولكن للاسف انه ما لقينا الا يعني 6 مراكز تحول هذه ال1000 حاله من تقريبا 6 مراكز، وانا بذكرها بالاسم: حفر الباطن، القصيم، عرعر، تبوك، حايل، الرس، قلنا القصيم والجوف، زين، والقنفذه. مناطق الجنوب، الغرب، الشرق، ما في، صفر، باستثناء احيانا حالات مبيشه. واقول لكم هذا عملنا 1000 حاله، فما بالك لو كل الحالات هذه تحول. احنا الحمد لله التخصصي عندنا امكانيه نعمل حالات كثيره، مجهز المكان ونساعد الناس. ولكن يعني نأسى انه ناس ما يعني ابناء منطقتكم، سواء بالنماص او في نجران او في جيزان او في الدمام او في القطيف، ما يحولون الحالات هذه. والان التحويل سهل بسيط، وتعرفون انتم يعني موظفين التخصصي عندكم التحويل هو الكترونيك، يعني سهل جدا. وانت عندك فرصه كبيره انك تكون يعني رابط بيننا، طبعا الشيء الزملاء رابط بيننا وبين الاطباء في مستشفاك في منطقتك. وانا ادعوكم، يعني البرنامج موجود، الاخ سعد ممكن يتواصل معاكم يعني بالامور. التحويل سهل بسيط، اي احد تنقصه معلومات احنا مستعدين نوصل. ولكن صدقني انك انت انسان مهم جدا، وتقدر تنفع ناس كثيرين في منطقتك، ويكون لك الاجر والفضل بعد الله سبحانه انك تساعد ابناء منطقتك. شكرا لكم. طيب، في عنده سؤالين ناخذ. اول مره نرحب بنماص، الاستاذ رداد موجود معنا، مدير مستشفى. حياك الله، الله يحييك، هذه مبروك ان شاء الله، وان شاء الله يجعلها ان شاء الله خير وبركه علينا وعلى المنطقه كامله ان شاء الله باذن الله. الله يحييك، جزاك الله خير، كلمتك امس وجزاك الله خير، استجبت سريعا باذن الله. طيب، في احد عنده اي استفسارات او شيء؟ لانه الدكتور حيطلع الان، في اي سؤال؟ تفضل تفضل يا كينج عبد الله، تفضل. حياك الله يا دكتور، يا هلا، تفضل يا دكتور. دكتور محمود، اي حالات الدايبيتيك تفوت كلها يعني ولا كيف؟ يا دكتور الحالات، طبعا الحالات اللي الكراتين دكتور هي كرونيك اسكيميا، ما هو يعني الحالات، وهذا اكثر حالات شيوع، انا ما اتكلم عن الحالات الاكيوت ولا السبتك ولا حالات المتسمى. اكثر حالات كرونيك اسكيميا يجي معه جرح للعياده لمركز السكر،
او يكون عندك هذا 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 اغلب الحالات، هذه 90% من الحالات قبل هم يبدون كذا، ثم لما يقال لهم بتروا يلجون للطب الشعبي ويجون ملتهبين، فنحن الخطا، على الطب الخطا ليس المريض الخطا، احنا الخطا اللي نقول له بتر على طول ويلجا للطب الشعبي. فيعني هذا، ولكن نقبل والتحويل سهل الكترونيك، خلال اسبوع يجينا اللي مع، حتى لو ما عندكم الترا ساوند، ما عندكم مثلا تسوون تقييم المريض، نعمل التقييم عندنا احنا، والامر بسيط وسهل طالما في تنسيق يعني معنا. طيب كويس والله. في منطقه ثانيه عندها سؤال بالنسبه للدكتور قبل ما يمشي؟ لو سمحت يا دكتور سعيد تفضل. حبيت اقول احنا خطيب ارسلنا الكمبيوتر. لا صحيح صحيح دكتور مرضى صحيح. دكتور جهاد جانا هنا القطيب وعمل. انا اتكلم عن القطيب دكتور مرضى زعم فعلا محولك، وكذلك يعني بيش الحقيقه يعني حول كم حاله، ولكن معنا اخوان بالنماص ترى يعني احنا مفتوحين موجودين، يعني اهل النماص يستطيعون تعالجوا بالتخصي اخ برض يعني ايضا اهل الدمام، ودنا انهم نشوف منهم كثير. الطائف كذلك ما نرى منهم كثير، يعني اتكلم على القدم السكريه، ما اتكلم على يعني قسطره المخ، اتكلم على القدم السكريه. ايش احنا قدم سكريه باذن الله. في احد عنده سؤال ثاني من المناطق؟ طيب بس قبل ما نختم الان بيمشي الدكتور، الدكتور احنا حنعمل اجتماع متخصص في نفس اجتماع لك، فيكون مثلا بعد الاجازه مثلا الصيف او خلال الاسابيع القادمه ان شاء الله، وبحيث انك نجمع لك جميع اللي هم في تخصصك، بحيث انك انت تتكلم عنه بشكل اكبر. الفائده الان الهدف من الاجتماع هذا اننا نكلمهم ايش البرامج الوطنيه، ايش ممكن يستفيدوا منها، وبعد كده نجمع لك جميع الاطباء تعمل برزنتيشن كامله على المشروع باذن الله. شكرا لك. شكرا جزيلا.